سوريا بين زيارة أنان ولقاء كلينتون لافروف، لبنان بين النصائح الأمريكية والتدابير الحدودية، جورج صليبي يستضيف وزير الخارجية عدنان منصور، السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية دانييل إرنست، وفي الحلقة النازحون أوضاع إنسانية أم عمليات تهريب، وماذا يقول نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي ضمن الأسبوع في ساعة الأحد 9:30 مساء على الجديد.